بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة على الميتوزيس. Why we have mitosis؟ ليه ربنا خلق الميتوزيس؟ Mitosis for number one allow multicellular organisms to grow. يبقى أول حاجة for grow لنمو and development. Number two to repair the damaged tissue عشان يحصل تجديد للأنسجة المصابة أو المتألفة. يبقى الميتوزيس يحصل فيه السوماتيك سيل، وبالتالي انت عندك فيه خلية اسمها سوماتيك سيل وفي خلية اسمها سيكس سيل زي ما قلنا خلية جنسية. طبعا ده بيبقى فيها 2N لكن ده بيبقى فيها 1N. ده بتؤدي الى ايه؟ الى تكوين او النمو والريبير، عملية نمو لما يحصلها انقسام طبعا عن طريق الميتوزيس يحصل ايه؟ نمو وريبير للدامج دي تيشو، لكن ده بيحصل طبعا انقسام عن طريق الميوزيس، وطبعا فايدتها انها تكون السبيرم او الاوفر بيسموها الجاميتس اللي بتكون الامشاك اللي هي قلنا 1N. يبقى ده باختصار الفرق ما بين السوماتيك سيل والسيكس سيلز. فايدة الميتوزيس انك بتعمل عملية grow and repair. طيب now what is the definition of mitosis؟ تعرفوا تقولوا عبارة عن ايه؟ nuclear division. يبقى السيل ديفيجن عبارة عن ميتوزيس اللي هو انقسام نواة. That produces two cells. يديك خليتين. Each has the same number and a kind of chromosomes at the mother cell. الخلايا الناتجة بتبقى have the same morphology. نفس المورفولوجي بتاع الخلايا والأم. ليه؟ Because have the same number and the same kind of chromosome. وبالتالي تبقى صورة تبقى الأصل من الأم. الخلايا الأم يعني. بعد كده السيتوكينيزيس ده عملية استكمال بقى تحويل خلية واحدة إلى خليتين. المقصود بفوق الميتوزيس من قسم نواة اللي بعد كده السيتوبلازم فيه من عضيات عشان يديك الخلية واحدة تديك تو سيل بالشكل ده. يبقى ده اسمه السيتوكينيزيس. ده سيل ديفيجن ميتوزيس. سيل ديفيجن is the process by which cells produce new cells. صح. يبقى انقسام الخلية ده عبارة عن عملية تؤدي إن لو عندك بيرنت سيل خلايا أم تتحول تبقى اتنين دوتر سيل خليتين بنويتين. بدأت 2N and still have the same number of chromosome. بدأت diploid number and still diploid number. يبقى الميتوزيس 2N يديك 2N العدد الخلايا اتنين، ما تنساش إن هما دايما بتدي اتنين بس. ده asexual تكاثر لا جنسي. asexual reproduction. Cell division of somatic cell يحصل في خلايا السوماتيك. The daughter cell have the same number of chromosome and the same kind as the original cell. زي الخلايا الأصلية. يبقى لو أنا عندي مثلا ده الـ original cell هي الـ parent cell أو الـ mother cell عندها 2N اللي هو 4، اللي قلنا diploid number بتاعها 4 كروموزوم زي ما انت شكل سايبهم بالشكل ده. يحصل طبعا زي ما قلنا ابلكيشن، لازم يحصل دوبلكيشن للكروموزوم بدل ما يبقى single strand كده يبقى 2 sister chromatid بالشكل ده. لكن لسه العدد كام؟ 1 2 3 4 زي ده اللي يعزز اللي انا قلنا قبل كده ان ما يحصلش تضاعف في عدد الكروموزوم، ما يبقوش 8 لا ده يبقى 4 بس، يبقى ايه؟ دوبليكيتد كروموزوم. بعد كده في الميتوزيس يديك تو سيلز اتش وان هاف ذا سيم نمبر اوف كروموزوم از ذا اوريجينال. يبقى بدل ما كان فيه دوبليكيتد يرجع تاني يبقى سنجل. العدد كام؟ 1 2 3 4 بدات 2N اند ستيل 2N. نمبر اوف 4 كروموزوم هاف 4 كروموزوم. جينيتيكال ايدنتيكال نفس الكروموزومات بنفس اللون بنفس الطول بالظبط كده. يبقى have the same kind of gene and the same number in the same position like the original cell. Mitotic stages. ايه المراحل بتاعت الميتوزيس؟ ميتوزيس كاريوكينيزيس ده قلنا ده انقسام نواة، يعني كلمة ميتوزيس نسول لك انقسام الميتوزيس ومش انقسام، ده هو اول مرحلة في انقسام وانقسام النواة. ميتوزيس division of the nucleus خلاص عرفنا. Four phases اللي هو number one prophase, metaphase, anaphase and telophase. Pro, meta, ana, telophase. Number one prophase, chromatin condenses into visible chromosome thick and coiled. يبقى أول ما تشوف الشكل ده من الكروموزوم تعرف على طول إن أنت في مرحلة prophase. يبقى أول حاجة خالص يحصل إيه؟ condensation للكروماتين. بعد كده يحصل duplication للسنتروسومز and go to the opposite pole. يحصل ضعف للسنتروسومز and move to the opposite pole. يبقى واحد يروح للقطب ده كده
الخلية، وواحد تاني يروح للقطب التاني من الايه الخلية، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة النيوكليولاس ديسابير، النواية اللي كانت موجودة في النواة تختفي. بعد كده النيوكليار انفلوب ديسابير، الغشاء النووي بيختفي. يبقى ده رقم ثلاثة وده رقم أربعة. بعد كده حاجة مهمة جدا اللي هو ظهور السبايندل فايبر. A set of microtubules radiates around each pair of centrioles forming an aster. Spindle fibers appear. ده اللي احنا قلنا عليه. قلنا لو عندك كده في ده السنتريول ده سنتريول تاني، ده يعني سنتروسوم، تبدأ تطلع منه كده أجزاء صغيرة من الميكروبيولز، قلنا عليه قبل كده ده بيسموه أستر. لكن لما تستطيل كده وتظهر، وتظهر إمتى؟ في أي مرحلة؟ بتظهر في البروفيس. يبقى أنت عندك خمس مراحل دلوقتي أو تغيرات بتبدأ في البروفيس لازم تبقى عارفها. الكوندنسيشن للكروماتين، بعد كده النيوكليار انفلوب ديسابير، النيوكليولس ديسابير، السنتروسومز طبعا موف تو ذا اوبزيت بول، اند سبايندل فايبرز ابير اند اتاتش تو ذا كاينيتوكور، تبدا ترتبط بالكاينيتوكور. ده الكروموزوم ده كده دبل كده كروموزوم. في عنده هنا السنترومير اللي قلت عليه قبل كده، والسنترومير يبقى في عنده نقطتين كده، كل نقطه من دي بيسموها الكاينيتوكور. النقطه اللي بيرتبط فيها السبايندل فايبر عشان تبقى تايت، very tight binding between the spindle fiber and the chromosome، وبالتالي يحصل ادي الايه breaks down لي او division لي الايه سنترومير اثناء عمليه الانافيس او مرحله انفصال الكروماتيدات عن بعضها. يبقى attach to the kinetochore اللي موجود في السنترومير on the chromatid and begin move the chromosome toward the center of the cell. يبقى ده نهاية خالص البروفيس، إن كل السبايندل فايبر تبدأ ترتبط بالكروموزومز عشان تبدأ تحركها وتوصل للمرحلة الميتافيس اللي هو ترتيب الكروموزومز. زي ما انت شايف كده at the metaphase plate، في نص الخلية كده تترتب الكروموزومات على جسم الايه على النصف الخلية، أو بيسموه الميتافيس بليت أو الإكواتوريال بليت. يبقى ده شورتست فيس اللي هو مرحلة الميتافيس، ما فيش فيه حاجات كتيرة، كل ما فانك بترتب كروموزومات على خط الاستواء. سبايندل فايبرز ألاين ترتب ذا كروموزوم أت ذا ميتافيس بليت، الكروموزومز موف تو ذا ميتافيس بليت أو إكواتوريال بليت أو السنتر أوف ذا سيل. سنتريولز فورم سبايندل فايبر، طبعا سبانينج ذا سيل عبر الخلية. تلاقي فيه نوعين من السبايندل فايبرز، نوع بيبقى مرتبط بالكروموزوم ونوع تاني بيمتد عبر الخلية علشان يدفع القطبين بعيد عن بعض. ده الانترفيس بالشكل ده، الكروموزوم بدأ لسه يحصل له كوندنسيشن، وحصل جاست بفور الميتوزيس حصل تضاعف للسنتريوسومز، وبعد كده موف تو اوبزيت بول. ده البروفيس بقى عد معايا، الاول حاجة السنتريوسومز duplicated and move to the opposite pole. Spindle fibers appear, nucleolus disappear, nucleolus disappear, and the chromosome condensed and become visible chromosome. In the metaphase, there is a alignment of chromosome at the equatorial plate. تبدأ ترتب كروموزوم واحد كده زي ما انت شايف كده على خط الاستواء الداخلي. الانافيس اللي هو الطور الانفصالي، وده بتعمل ايه؟ Centromere uniting sister chromatid divide. نقطة مهمة جدا، ان لما تعرف ان الانافيس تعرف ان هو بيحصل له ديفيجن فين؟ في الانافيس في الميتوزيس، او ممكن يحصل له برضه ديفيجن في الانافيس 2 في الميوزيس 2. لكن الميوزيس الانافيس 1 السنترومير نوت ديفايد، لكن خلينا الوقت نقول الانافيس لازم يحصل ايه؟ ده ايش ده؟ ده السن ده كروموزوم، الكروموزوم ده فيه سنترومير. عشان تحصل تبدأ تفصل الكروماتيد ده عن الكروماتيد ده، مش دول مرتبطين مع بعض بنقطة، يبقى لازم تقسم النقطة دي، وبالتالي يبقى فعلا السنترومير uniting sister chromatid divide. البولز move apart and spindle fiber contract. يبدأ الجزء ده يتحرك كده والجزء ده يتحرك كده. ليه؟ لأن القطب ده بيتحرك هنا كده والقطب ده بيتحرك هنا، بتاع الخلية اللي هنا القطب الخلية تستطيل شوية، فالقطب ده يتحرك هنا ويتحرك هنا، والسبايندل فايبر اللي كان مرتبط بالسنترومير ده يبدأ ينكمش شوية وينكمش شوية، فيؤدي إلى إيه؟ يبذل جهد فيقوم يقطع ويفصل الإيه؟ السنترومير عن بعضها، وتبدأ السيستر كروماتيد سيبريت أند جو تو إيتش إند، تبدأ بالشكل ده، ده رايح الناحية دي وده رايح الناحية دي نتيجة السحب اللي كان مضغوط عليه، ويبقى في كده انفصل فعلا الكروماتيد وبدأ يتحرك لكل قطب من قطب الخلية. لما يكونوا مع بعض بتسموهم sister chromatid، لكن once it separated and begin to move to the opposite pole this not sister chromatid now it is the daughter chromosome. بتقول عليه في الحالة دي
daughter chromosome. يبقى sister chromatids become daughter chromosome. ده بالشكل ده لسه في بداية الانقسام اللي هو الانفصال يعني في الأنافيز. ده في نهايته خالص في الحالة دي بقول على دول sister chromatid. لا بقول عليه في الحالة دي طبعا بقول عليه daughter chromosome أو الكروموزومات البنوية. ده الأنافيز. الاسبندل فايبر زي ما قلنا brings about the chromosomal movement. طبعا هي بتحرك الكروموزومز ما تحركش لوحده الكروموزوم. there are two types اللي هو spindle fiber during الأنافيز. أول حاجة خالص اللي هو overlapped spindle fiber extend over the walls. وده overlaps يعني as the mitosis proceeds this increase in length. ده بيستطيل بيزيد ويخط بعد كده ودول سبب ان القطبين الخلية يبعدوا عن بعض لانه بيعمل pushing للبولز بعيدا شوية. النوع الثاني التاتش ده اللي هو مرتبط بمين؟ ده المرتبط ب السنترومير في الكروموزوم وده بيحصل له عكس الثاني shorter and shorter بيحصل انكماش contract وبالتالي يبدأ عشان يعمل ايه يسحب الكروماتيد ده ويسحب الكروماتيد ده لكل قطب من أقطاب الخلية. Spindle fibers composed of microtubules. ليه هو بقى بيحصل له shorter أو بيحصل له extension يعني ليه بيستطيل أو بيقصر؟ لأنه مصنوع زي ما قلنا قبل كده ده microtubules مصنوع منين؟ من التوبيولين. وقلنا قبل كده microtubules ده كان assemble and disassemble ممكن يحصل له فك وتركيب بناء وتركيب. لما تحصل له assemble يبقى انت دلوقتي بتعمل له addition للتوبيولين اهو بتضيف له توبيولين كده يبقى انت بتعمل له كده addition يبقى انت بتعمل له assemble. طب انت دلوقتي خلاص عايز تعمل له contract تتأثره يبقى انت هتعمل ايه delete للتوبيولين. And this enables the spindle fiber to lengthen and shorten so help the movement of chromosome inside the cell. اخر مرحله خالص اللي هو التيلوفيس الطور النهائي وده عكس البرو فيس. احنا قلنا في البرو فيس خمس تغيرات اللي هم السبايندل فايبر ابير يبقى هنا يحصل ديسابير النيوكليار انفلوب ديسابير هناك يبقى هنا يحصل له ري ابير النيوكليولس ديسابير يبقى هنا يحصل له ري ابير الكروموزوم بدل ما كان كروماتيد هيبقى تاني يرجع تاني يبقى كروماتين يبقى نيوكليار انفلوب اسيمبل يرجع تاني ابير خلاص يبدا تتكون الغشاء او الغلاف النووي سبايندل فايبر ديسسمبل اتسلف يعني يبدا يحصل له ديسابير خلاص ما لهاش لازمه ما لهاش دور النيوكليولس ري ابير والنيوكليولس مقصود بها ايه الريبوسومال سب يونتس ليه زي ما قلنا قبل كده الريبوسومال سب يونتس النيوكليولس عباره عن ايه عباره عن ريبوسومال سب يونتس ودي ان ايه صح طب الدي ان اي او الكروماتين يعني الجزء الكروماتين ده هينحول الكروماتين هيحول يبقى دي ان اي هيتحول يبقى كروموزوم سوري صح يبقى اللي اختفى فعلا هو مين الريبوسومال سب يونت يبقى ده النواه كده كان فيها جزء كده غامق ده شويه قلنا ده كروماتين والريبوسومال سب يونت الكروماتين متحول كروموزوم يبقى اللي اختفى فعلا وظهر تاني اللي هو مين الريبوسومال sub units. الكروموزومز uncoil and become indistinct يعني تصبح غير ظاهرة تانية تبقى كروماتين شكل تاني خالص and the two daughter nuclei found in the cell وعندك نواتين موجودين بالشكل ده داخل الخلية بدأ يحصل اختفاء للسبايندل فايبر بدأ يحصل تكوين للنيوكليار انفلوب وتبدأ تاني تظهر النيوكليوس وبالتالي يبقى لازم تبدا اخر مرحله خلاص ده الانافيس عملنا سيبريشن لايه الوقت لما اقول لك انافيس بتعمل سيبريشن لمين للكروموزوم ولا الكروماتيد للكروماتيد وطالما بتعمل سيبريشن للكروماتيد يبقى لازم يحصل ايه للسنترومير لازم يحصل ايه يحصل ديفيجن للسنترومير اند موف تو ذا اوبوزيت بول وفي الحاله دي ما تقولش عليها كروماتيد سيستر كروماتيد تقول عليها في الحاله دي دوتر كروموزوم في الحاله في الاخر خالص هيبقى عندك في التيلوفيس ده في الانافيس في التيلوفيس هيبقى عندك ايه تختفي السبايندل فايبر تظهر تنس النيوكليار انفلوب تظهر النيوكليار نيوكليولوس اند ناو ذا كروموزوم بيكام انديستينكت تبدا تستطيل تاني عشان تبقى غير واضحه تبقى شبكه من الكروماتين عندك خليه دلوقتي فيها نواتين خليه واحده فيها نواتين يبقى في الحاله دي انت في مرحله التيلوفيس يبقى لازم يحصل ايه استكمال لعمليه الانقسام اللي هو بيسموه السيتوكاينيزيس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.